لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وشرف وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحباب مشاهدي قناة الإرث، أحييكم أينما كنتم بتحية الإسلام وتحيتهم يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم زدني علما، ونحن وإياكم أيها الأحباب في هذا البرنامج المبارك والذي تفتح لنا ولكم فيه أبوابا من الخير وأبوابا من البركة وأبوابا من النور، لكي نستزيد وإياكم من هذا العلم المبارك الذي يتعبد الله عز وجل به وبأخذه، وبمن يتلقى عنهم من المشايخ الكرام أخذوا هذا العلم بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن وإياكم في هذا الشهر المبارك شهر رمضان، وقد مر بنا ثلثه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم فيما تبقى لنا من هذا الشهر، وأن يعيده علينا وعليكم في خيرات ومسرات. ونحن في بداية هذه الحلقات من هذا البرنامج أستعرض معكم ومع شيخي الحاضر معي في هذه الحلقات وفي هذا البرنامج بعضا من أهم المواضيع وما يتصل بحياة المسلم وخصوصا في شهر رمضان. وكنا قد تكلمنا في بداية الحلقة الماضية في حديث حول قيام رمضان وكيف للمسلم أن يعمر ليالي هذا الشهر المبارك بالقيام، وقد ذكر الشيخ الكثير من الأداب والكثير من الأمور التي يحصل بها المسلم على قيام شهر رمضان. ونحن في هذه الحلقة نخص جزءا من قيام شهر رمضان وهي صلاة التراويح، لكي نستفيض في الحديث حولها، نتعرف عن أصل هذه الصلاة وبعض الأحكام المتعلقة بها، وكذلك بعض الأداب التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها عند أدائه لصلاة التراويح. طبعا أرحب بضيف الحلقة والبرنامج فضيلة الشيخ محمد بن أحمد بن صميط، وهو خريج الأزهر الشريف ومدرس الفقه والعلوم الشرعية بدار المصطفى للدراسات الإسلامية بتريم. باسمكم أعزائي المشاهدين أرحب بضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ محمد، حياكم الله وأهلا ومرحبا في زدني علما. حياكم الله، أهلا وسهلا. نعم، تكلمتم في بداية الحلقة الماضية وحديثكم كان عن قيام شهر رمضان، وقد ذكرتم الكثير والعديد من الأمور التي يحصل للمسلم قيام هذا الشهر. ذكرتم المحافظة على الجماعات، ذكرتم المحافظة على الوتر، ذكرتم إحياء الليالي بتلاوة القرآن وغيرها. وأيضا مما يشهر عن قيام شهر رمضان أنها صلاة التراويح كما أشرتم كذلك في ماضي الحلقة. ونحن في اليوم نريد أيضا أن نزيد من الفهم حول صلاة التراويح، حول عدد ركعاتها، حول مبتدأها، وحول كذلك بعض الأداب والحكام المتعلقة بها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، النبي عليه الصلاة والسلام عندما في ليلة من ليالي رمضان خرج إلى المسجد فصلى بالناس، صلى بالناس كما ورد في بعض الروايات حتى إلى ثلث الليل وهم يصلون في صلاة التراويح. فاجتمع عليه بعض الصحابة وصلى معهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج في ليلة أخرى، خرج في ليلة أخرى فاجتمع أكثر، تجمع أكثر عدد من الصحابة، فاجتمع فنزل خرج في ليلة ثالثة، ثلاث ليالي وهو يخرج عليه الصلاة والسلام، فامتلأ المسجد بالناس الذين يصلون معه صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح. وبعدها لم يخرج عليه الصلاة والسلام، مع أنه قد تسامع الناس وملأوا المسجد حتى غص المسجد بالناس، فلم يخرج عليه الصلاة والسلام. ولما سئل في اليوم التالي أنه اجتمعنا وانتظرناك، فقال: لم يخف علي مكانكم، ولكن خشيت أن تفرض عليكم. فهذا الأمر هو الذي بعده ترك النبي صلى الله عليه وسلم الخروج، فتوزع الناس بعد ذلك أشتاتا، فكان منهم من يصلي لوحده، ومنهم من يصلي بصلاة الرجل، ومنهم يصلي بصلاة الرجلين، وهكذا تشتتوا أشتاتا، وبقي الأمر كذلك مدة حياته صلى الله عليه وسلم وخلافة سيدنا أبو بكر الصديق، وصدرا من خلافة سيدنا عمر. ثم أن سيدنا عمر بن الخطاب في ليلة من الليالي خرج إلى المسجد، فوجد الصحابة هكذا أشتاتا كما هو عادتهم،
فرأى سيدنا عمر قال لو جمعتم على إمام واحد فإن عليه نوح عليه الصلاة والسلام إنما ترك ذلك خشية أن تفرض عليهم، والآن قد أمنا من هذا الأمر. فجمعهم على سيدنا أبي بن كعب، جمع الصحابة على سيدنا أبي بن كعب، فكان يصلي بهم التراويح، كان يصلي بهم التراويح. وفي اختياره لسيدنا أبي بن كعب لأنه كان من القراء، من حفظة القرآن وحملة القرآن، فاختاره ليؤم الناس بصلاة التراويح. وكما ذكرنا أنه ثبت أنه جمعهم على 23 ركعة، 20 تراويح ويوتر بثلاث، ويوتر بثلاث. وكما ذكرنا اختياره لسيدنا أبي بن كعب لأنه من حملة القرآن وحفظة القرآن. وفي هذا يعطينا أدب، أدب صلاة التراويح، ومن اسمها هي لماذا سميت التراويح، لأنهم كانوا يطيلون القيام فيها ويراوحون بين أرجلهم من طول القيام، أو أنهم بعد كل نحو 4 ركعات يرتاحون قليلا ويكملون، كناية عن طول قيامهم في صلاة التراويح. فصلاة التراويح من ذلك العهد استمرت على هذا الأمر وإلى عصرنا الحاضر. فلذلك ينبغي للمؤمن أن يحرص على هذه الصلاة، لأنه اجتمعت عليها الأمة، اجتمعت عليها الأمة، بل هي سنة مؤكدة عند المذاهب الثلاث، عندهم أنها سنة مؤكدة، ليست سنة فقط وإنما سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. والمؤكدة كما يعرفها العلماء هي التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فيرون الأحناف والمالكية وبعض الحنابلة أنها سنة مؤكدة، مؤكدة، وأنه ينبغي الحرص عليها ولا تترك لا حضرا ولا سفرا، لا تترك لا حضرا ولا سفرا. وأيضا يحرص الإنسان على إتقان هذه الصلاة، ليس مجرد أنه أنا قمت وركعت وسجدت واعتدلت وسلمت وانتهى الأمر، أو أني أصلي هذه الصلاة بلا آداب، بلا آداب، بلا إحسان لركوعها ولا خشوعها ولا حضورها ولا المقصود من الصلاة ولا التفكر فيما يقول. فنرى البعض مثلا أنه يحرص على سرعة الصلاة فيها، فيحرص على من كان أسرع في التلاوة هو الذي يصلي معه، فكأنه يعني يريد لا يتنعم بالصلاة وإنما يريد أن يتخلص من هذه الصلاة. هو نعم جزاه الله خير عنده دافع أنه يريد يصلي هذه الصلاة، ولكن لو زادت عليك دقائق بسيطة مع إحسان خشوعها وحضورها وإحسان الطمأنينة فيها وأداء أركانها بالتؤدة والسكينة والوقار، كان أولى لك وأقرب إلى انتفاعك بهذه الصلاة، انتفاعك بهذه الصلاة. فإن الوقت الذي تمضيه في الصلاة هو الوقت الذي سوف يكون ذخرا لك عند الله سبحانه وتعالى، فإن طالت عليك دقائق معدودة ولكن مقابل أنك تؤدي صلاة يرضاها الحق سبحانه وتعالى، بدل أن يكون الإنسان في ذلك حريصا على السرعة فيها أو عدم إتقانها أو عدم إحكامها. وأيضا يكون هناك أيضا يعني نرشد أيضا أن هناك يكون أيضا في المساجد وفي نحوها يكون في نوع من التنوع، نوع من التنوع، فلا يكون مثلا المساجد كلها على وتيرة واحدة مثلا أن كلها على طول أن تصلى بالطول الطويل جدا. فوجود في نفس الحارة أو في نفس المنطقة أكثر من مسجد يصلي بأكثر من، بحيث أنه الذي لديه الفراغ والقوة يصلي الصلاة الطويلة، يجد مسجدا في الحارة أو في المنطقة من يصلي صلاة طويلة، ويوجد مسجد آخر في المنطقة يصلي صلاة مختصرة، مختصرة، بحيث أنه الكبار السن أو الذي لا يستطيع الطول القيام أن يصلي مع هذا مع المسجد الآخر الذي تكون صلاته مختصرة، وهكذا بحيث ينتشر الخير بين الأمة. وصلاة التراويح هذه يعني كما يقول العلماء يدخل وقتها من بعد فعل صلاة العشاء،
جميل. من بعد فعل صلاة العشاء يدخل وقتها. فإذا جاء مثلا المرء جاء متأخرا إلى المسجد فوجدهم يصلون التراويح، فلا يجوز له مثلا أن يبدأ بصلاة التراويح ثم يصلي العشاء بعد ذلك. فعليه أولا أن يصلي الفرض العشاء، وبعد صلاة العشاء يدرك ما أدركه من صلاة التراويح، يدرك ما أدركه من صلاة التراويح. فنعلم أن صلاة التراويح تصلى يدخل وقتها بعد صلاة العشاء، وينتهي وقتها بطلوع الفجر الصادق. فإذا طلع الفجر انتهى وقت صلاة التراويح، وهي في هذا تشارك صلاة الوتر من حيث الوقت. جميل. فحيث أنه يدخل وقته بعد صلاة العشاء ويبقى إلى طلوع الفجر الصادق، إلى طلوع الفجر الصادق. إذا سبحان الله، أيضا لو أردنا أن نأخذ وقت كثير في الصلاة لها أحكام كثيرة ولها كثير من الأداب، ولكن الجميل ما ذكرتم أن صفة الصلاة أو الأصل فيها طول القيام، لأنكم ذكرتم الصحابة كانوا يتراوحون فيها في القيام، وكانوا يرتاحون كذلك لقراءة القرآن، وكما ذكرتم أن سيدنا عمر جمعهم على أبي بن كعب وهو كان يحسن وكان من القراء، وكما ذكرتم أنه أيضا في أصبحت سمها الآن في الوقت عند بعض الأشخاص أنه يبحث كما ذكرتم عن الصلاة التي تكون مختصرة. ولكن أذكر نفسي وغيري أن صلاة التراويح هي في رمضان فقط، فيعني الإنسان يحرص أن يؤديها بقدر ما يستطيع من الإتقان، ومثل ما كانت عند الصحابة رضي الله عنهم أنه لا يمكن أن يصليها في غير رمضان. أشكركم، جزاكم الله خير على هذا التبيين، وأخرج في فاصل وبعد نواصل إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، أذهب وإياكم في هذا الفاصل، وبعده أستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم. بعد الفاصل نواصل إن شاء الله، انتظرونا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. رواه مسلم. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. رواه البخاري. في هذه الحلقة من برنامج زدني علما، وأستقبل في هذه الفقرة من هذا البرنامج أسئلتكم واتصالاتكم عبر هواتف البرنامج وكذلك عبر تطبيق الواتساب، والعناوين تظهر تباعا أمامكم أسفل الشاشة. شيخ محمد، أبدأ بسؤال أخي عبد الله أحمد من عمان، ويبدو أنه سؤال متصل بحديثكم اليوم حول صلاة التراويح. يقول: ما حكم صلاة التراويح 8 ركعات؟ كما ذكرنا أن صلاة التراويح أقلها ركعتان وأكثرها 20 ركعة. نعم. فإن أراد الإنسان أن يقتصر على ركعتين أو 4 أو 6 أو 8 أو 10 أو 12 أو 14 أو 16 أو 18 لا مانع من ذلك، فيصلي ما أراد. لكن كما نبهنا في الحلقة الماضية، الخطأ أنه ينكر على من يصلي 20. من يزيد على 8 يصلي 10 أكثر إلى 20 ينكر عليه. هذا هو الخطأ، الإنكار هذا كأنك تنكر على ما أجمع عليه الصحابة وما أجمع عليه سلف الأمة، واختيارهم لهذا العدد دليل على أنه أخذوه من سنة ثابتة. فلا مانع من أراد يصلي 8، من أراد يصلي يصلي 20، فالأمر في ذلك واسع له. المهم لا ينكر هذا على هذا.
هذا المهم. نعم. موضوع الثمان شيخ، يعني هل ورد فيه مثلا حديث أو أثر يخصص العدد بالذات الثمان؟ وردت فيه أحاديث ضعيفة، لأنه يعني كما يذكر المحدثون لم يرد حديث صحيح ثابت عن في عدد صلاة التراويح عنه صلى الله عليه وسلم. ولكن المذاهب الأربعة أخذوا بسنة سيدنا عمر، لأنه إجماع الصحابة عليه وعدم اعتراض أحد وعدم إنكار أحد يدل على أن هذا هو العدد الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. وكما يقولون أنه لا يمكن أن يكون هذا اختيارهم لهذا العدد اعتباطا أو من تلقاء أنفسهم، أو نقل، أو وإلا لنقل مخالفة في ذلك يختار بعضهم غير ذلك. ولكن إجماعهم على ذلك وعدم اعتراض أحد وتواترهم وتتابعهم على هذا يدل على أن العدد الثابت الأصلي له هو 20 ركعة، هي 20 ركعة. وأما الثمان بعضهم أخذ من حديث أنه لم يكن يزيد في رمضان ولا غير رمضان على 11 ركعة، فأخذوا في بال إذن في رمضان 8 تراويح وثلاث وتر. ولكن الأرباب المذاهب يقولون أن هذا الحديث خاص بصلاة الوتر، لأنه هو الصلاة المخصوصة. إذا قال 8 تراويح وثلاث وتر في رمضان، وفي غير رمضان يصلي ماذا؟ 11 ركعة كلها وتر. هل في رمضان؟ في غير رمضان في صلاة الوتر 11 لا تزيد. جميل، جزاكم الله خير. الأخت أم عمر من اليمن تقول في سؤالها: لي جيران يقومون أحيانا بالأذية، قالت فيخرج زوجي عن طوره ويقوم بالحلف على رد الأذى ويتكرر منه ذلك، أي أنه يحلف على رد الأذى. وقالت وهي تحاول أن تعيده على حتى يعني لا يؤذي الجيران، فقالت هل عليه الآن كفارة الحلف؟ لأنه كل ما أراد أذوه جيرانه يحلف أنه يرد الأذى، ولكن بعد ذلك يرجع عن أذيته لهم. كما إذا مر يعني إذا عزم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحلف على 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 يمين فأرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فتركه للأذى هذا هو الأمر الطيب، هذا الأمر المندوب، هذا الأمر الذي له فيه الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. فهذا إذا مضى وقت وصرف وقت يعني أمكانه فيه أن يرد الأذى فترك ذلك، وإن كان كما هذا يمين مطلقة، فإذا مر وقت بحيث أنه يعني يعجز خلاص ما عاد يمكن أن يرد فيه الأذى فيكفر عن يمينه، يخرج كفارة اليمين بعد ذلك، أو من أراد أن يكفر من الآن ويعزم على أنه خلاص يترك الأذى لهؤلاء له. لكن ما يجب عليه، لأنه إذا ما دام أن يمينه مطلقة أنه يحلف على أن يرد الأذى هذا. فالأمر وقت واسع، ما حدد وقتا معينا، أو فالوقت العمر كله. فإن وصل إلى العجز عن أداء هذا الأذى بكبر أو بضعف أو نحو أو مرض أو غيره، بحيث أنه ما يستطيع أن يرد الأذى بعد ذلك، فنقول الآن عليه أن يكفر عنه، أن يكفر عن يمينه. هي تقول غات أني أيضا أخاف إذا قلت له أن عليه كفارة يتعصب، قالت ويعود لأذيه. لا ما عليه شيء، لأنه الوقت عاد يمكنه أن يرد فيه الأذى، وهو يحلف بدون تحديد وقت. لو حلف مثلا أنه رد الأذى هذا اليوم أو في هذا الأسبوع، إذا مر الأسبوع ولم يرد فعليه كفارة اليمين. لكن أيضا ما نقول له روح آذي الناس، فتركه للأذية الناس هو الأولى. وحتى لو مثلا فاجأه الموت فهي تعلم أنه عليه كفارة يمين، يخرجون من تركته ما يكفرون به عن يمينه مقدار كفارة اليمين. الأخت فاطمة من اليمن تقول في سؤالها: هل يجوز لي أن أنوي صيام الشهر مرة واحدة في أول يوم رمضان بدون أن أقولها كل يوم؟ طبعا عند الشافعية كل يوم عبادة مستقلة، فتجب لكل يوم نية مستقلة جديدة، ولا تكفي نية من أول الشهر. وعند المالكية يجوز عندهم النية من أول الشهر لجميع الشهر باعتبار الشهر كله عبادة واحدة. فهي مدى من اليمن، فالأولى لها أن تلتزم بمذهب الشافعي فتنوي لكل يوم، صوم غد عن رمضان. وإن نوت في أول الشهر لصيام الشهر كاملا ونوى التقليد الإمام مالك في ذلك فلا حرج في ذلك، فلها الباب في ذلك واسع. نعم، جزاكم الله خير. الأخت ياسمين أحمد تقول في سؤالها: هل يجوز للمرأة أن تنوي الصيام إذا انقطع خروج الدم ولم ترى الطهارة؟ مباشرة تنوي الصيام إذا انقطع الدم وإذا أيضا لم ترى الطهارة. هو إذا انقطع الدم يعني لا نحكم بانقطاع الدم إلا إذا رأت الطهارة.
عرفنا؟ يعني يمكن انقطاع الدم إذا بقت له آثار تقصد أنه؟ يعني كما كان عند الشافعية إن كانت آثار صفرة كدرة هذا كله يعتبر من الحيض، يعتبر من الحيض. فإن إن إن إن, إن كان قصدها بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال لا مانع، ما في مانع، لها عليها أن تنوي إذا انقطع الدم قبل الفجر، عرفنا، عرف رأت الطهارة، هذا معنى يعني ما الفرق انقطاع الدم برؤية الطهارة. فإذا رأت الطهارة نعلم أنه انقطع الدم، فإذا انقطع الدم هذا برؤية الطهارة وقبل الفجر فتنوي صوم غد عن رمضان، ولو تأخر غسلها إلى بعد بعد الفجر. طبعا هذا إذا كان الوقت يعني مضايق يعني قريب الفجر، طهرت قبل الفجر. أما إذا طهرت قبل الفجر بمدة عليها أن تغتسل من أجل تدرك صلاة العشاء، واجب عليها أن تصلي العشاء، وأيضا عليها إذا هي شافعية عليها أن تصلي المغرب أيضا مع العشاء، تصلي العشاء وتصلي المغرب. فهذا إذا كان انقطاع الدم رأت الطهارة وحكمنا، إذا رأت الطهارة حكمنا بانقطاع الدم. أما إذا بقي أثار الدم فيبقى حكم الحيض عند الشافعية. نعم. الأخت أيضا آلاء صادق من السعودية في سؤال متصل بالحيض، تقول إذا كانت الحيضة طهرت في ظهر رمضان وكانت متأكدة أنها ستظهر عليها مرة أخرى وأمسكت عن الأكل والشرب ونوت الصوم، قالت فهل عليها قضاء هذا اليوم؟ إذا انقطاع الدم في النهار هذا مبطل للصيام، خلاص هذا اليوم قد فسد صومه، ولها أن تأكل ولها أن تشرب فيه إلى المغرب. يسن لها الإمساك لكن ما يجب عليها الإمساك في هذا، حتى لو أمسكت فعليها قضاء هذا اليوم، فهذا اليوم قضاؤه محتم ما دام أن انقطاع الدم وقع في النهار. حتى لو وقع انقطاع الدم بعد صلاة الفجر أو بعد أذان الفجر فإنه يعتبر هذا اليوم فاسد، حتى لو أمسكت أو لو نوت أو شيء لا يتم صومها بهذا. نعم. أم عبد الله من اليمن في سؤال تقول، سؤالي عن المناكير هي التي توضع على الأظافر المرأة، تقول بعض الأخوات في البيت عندها أو أخوات زوجها يصلون والمناكير على أظفارهن، وقالت تذكرهم بأنه لا يجوز لهم أن يصلوا والمناكير على أظفارهم، لكن قالت لم يستجيبوا لذلك. فتقول ما هو يعني إحكام وضع المناكير على الأظافر، وهل تأثم يعني بأنها لم يصلوا ولم يمتثلوا لنصيحتها لهم؟ طلاء الأظافر هذا مانع من وصول الماء، مانع من وصول الماء. فإذا على المرأة إذا أرادت أن تضعه إما تضعه في وقت لا توجد فيه صلاة، وإن أرادت الصلاة تتوضأ أولا ثم تضعه بحيث لا تفوتها الصلاة. أما أنه تتوضأ وعليها هذا الطلاء في الأظافر أو في غيره، أي مانع في أعضاء الوضوء، ثم تصلي به، فهذا وضوءها غير صحيح وصلاتها بالتالي تكون غير صحيحة. فيجب استيعاب أعضاء الوضوء المغسولة بالغسل والممسوحة بالمسح على الخلاف في مقدار المسح الواجب عند 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 الفقهاء. فهي أدت التي عليها أنها نصحتهم أن هذا لا يجوز، الوضوء هذا ناقص، الصلاة تكون باطلة، فعليها نصيحتهم. فإن استجابوا المهم، لكن لا تكون هي تصلي مأمومة خلف إمام تعلم أنه أحدث وتوضأ وعليه الطلاء هذا. أما إذا مثلا وضعت المرأة الطلاء بعد أن توضأت وقبل أن تضع الطلاء على أظافرها، ثم بعد أن توضأت وضعت الطلاء، فهذا وضوءها صحيح وصلاة صحيحة. المشكلة إذا أحدثت وفيها الطلاء هذا في أظافرها الطلاء، بعد ذلك توضأت وهو فيها ولم تزل هذا المناكير وهذا الطلاء لم تزله من أظافرها، فعند ذلك نعتبر وضوءها ناقص غير صحيح والصلاة المترتبة عليها باطلة. نعم. أجزاكم الله خير. معتز بحكيم من اليمن يقول في سؤاله، هل السواك بالمعجون حق الأسنان هذا يبطل الصيام خصوصا بعد الفجر؟ هذا يعني أقرب الأحكام إليه مثل المبالغة في المضمضة، حكمها مكروه. فإن سبق شيء إلى الجوف من هذا المعجون فيبطل صومه، وإن لم يسبق شيء إلى الجوف فصومه صحيح. فهذا خطر، نقول الأولى أن يكون يعني هذا مكروه، الحكم مكروه، مثل المبالغة في المضمضة والاستنشاق يخشى أن يدخل شيء منه إلى الجوف. فالأولى له أن يستاك قبل الفجر،
فإن أراد أن يستاك بعد الفجر فيحرص ينتبه أنه مكروه، إن سبق إلى الجوف شيء ولو بغير عمد فإنه يبطل صومه بذلك، وعليه الإمساك وعليه القضاء. عرفنا؟ فلذلك نرشدهم أو ننصحهم أنه الأولى أن يستاك بالمعجون قبل الفجر، قبل الفجر. فإن دخل عليه الفجر واستاك بهذا المعجون، إن لم يدخل شيء يقينا إلى الجوف فصومه صحيح، وإن دخل شيء إلى الجوف ولو بغير قصد ولو غير متعمد فنقول أن صومه باطل، عليه الإمساك والقضاء والإمساك وبطل صوم هذا اليوم. نعم. محسن العطاس أيضا في سؤال متصل بما ذكرتم يقول: ما حكم ما بقي من الماء في الفم بعد المضمضة في الصوم؟ على الإنسان طبعا بعد أن يتمضمض أن يحرص على إخراج جميع الماء الذي في الفم مرة واحدة، ما بقي من برودة الماء أو الريق الإنسان، هذا ما لا فلا يدخل في الإنسان في الوسوسة من ذلك. بعد المضمضة يجمع ما في فمه من توقعه من الماء المخلوط مع الريق ويتفله مرة واحدة، انتهى الأمر. عرفنا؟ فبعد ذلك قد تبقى برودة الماء، هذا لا عبرة لا عبرة بها، أو يتجدد الريق من جديد، فهذا كله هذا من طبيعة الفم. فعليه أن يجمع ما في فمه من باقي بقية الماء ويتفله مرة واحدة ويكفي بذلك. جزاك الله خير. أخي عبد الرقيب أحمد يقول في سؤاله: ظننت أن المغرب قد أذن فأفطرت ثم تبين أن مسجدنا لم يؤذن، فما الحكم؟ هل أقضي أم ماذا علي؟ العبرة بدخول الوقت. فإن ظن أن المغرب أذن ووجد أن المغرب لم يؤذن وأنه أفطر قبل غروب الشمس ولو بدقائق، فنقول أن صومه باطل وعليه القضاء، وعليه القضاء. فهذا إذا تيقن الإنسان أنه أكل بعد الفجر أو تيقن أنه أكل قبل المغرب فيجب عليه قضاء ذلك اليوم قطعا، يبطل صوم هذا اليوم عليه القضاء. نعم، جزاكم الله خير. وفي سؤال متصل أيضا بما ذكرتموه في بداية الحلقة: إذا في صلاة التراويح إذا يعني المأموم كان جاء والإمام في صلاة التراويح وهو بدون صلاة عشاء، فهل له أن يقتدي بالإمام في التراويح وهو ينوي صلاة العشاء، وهل يحصل له أجر الجماعة في هذه الحالة؟ عند الشافعية يصح ذلك مع الكراهة، وعند الإمام مالك باطل الصلاة، لا يصح عند الإمام مالك أن يصلي العشاء خلف التراويح ولا التراويح خلف العشاء. فلذلك الأولى له نرشده أن يصلي العشاء بجماعة مستقلة إن وجد، وهو الأولى يطلب من أحد، عفوا فضلا أخي ممكن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة لذاك الذي جاء متأخرا، قال: من يتصدق على صاحبكم، من يتصدق على صاحبكم، فلو لا ينتظر أو يطلب أحد أو يطلب من أحد أن يصلي معه العشاء، فإن لم يجد يصلي العشاء منفردا ثم يلحق صلاة التراويح، وبعدها بعد صلاة التراويح إن وجد من يعيد الصلاة معه جماعة يعيد صلاة العشاء في الجماعة من أجل إدراك فضل جماعة العشاء. جزاكم الله خير أعزائي المشاهدين، لازلنا وإياكم في هذه الحلقة المباشرة من برنامج زدني علما، وأستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم ومداخلاتكم عبر هواتف البرنامج وكذلك عبر تطبيق الواتساب، والعناوين تظهر تباعا أسفل الشاشة. أخي عبد الرحمن من المغرب يقول في سؤاله: هل يؤتى بأذكار النوم جالسا أو مضطجعا، وكيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ كما قال قال: اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. فالأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، فممكن أن يكون الإنسان قاعد، خصوصا الذي قراءة الأسور على الكفين والمسح على المسح على البدن، فكونه جالس يكون قد يكون أسهل له، فلا مانع أن يكون قاعد قد جلس للنوم فيأتي بالأذكار ثم يضطجع، وخصوصا هذه التي فيها القراءة على قراءة الإخلاص والمعوذتين على الكفين ثم يمسح بهما ما استطاع من بدنه، فهذا يعني كونه جالس أو لا. وممكن أراد أن وهو مضطجع لا مانع من ذلك، وكما ورد في الله وضعت جنبي، فعلم أنه قد وضع جنبه، فبعض الأذكار التي أسهل له وهو قاعد يأتي بها، والبعض ممكن وهو مضطجع. المهم أنه لا يتكاسل فقط، المداومة عليها سواء كان مضطجع أو جالس. أخي أبو بكر علوي من اليمن
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، بالنسبة لإزالة شعر الحاجب للمرأة عن طريق آلة حادة، يعني الجليد، هذا اللي يسمونه الجليد، هل يدخل في النهي؟ نعم. والسؤال الثاني بالنسبة للفرق بما يجب على المرأة فعله ما في عدة الوفاة وعدة الطلاق. جميل، نعم، واضح حياكم الله خير أبو بكر. وكان في سؤال، يعني سؤال أول يقول إزالة شعر الحاجب بالنسبة للمرأة بآلة حادة، هل ورد في ذلك نهي؟ طبعا الأمر في هذا فيه نوع من الشبه، عرفنا. فالنمص، أصل النمص هو النتف، أصل النمص هو النتف، ولكن الحلق يعني له باع طويل في الشبه بالله. نعم. الشبه بالنتف، يعني نفس المؤداة، أنه إزالة الشعر. فبعضهم رأى أنه لا، أن الأمر مخصوص بالنمص وهو النتف، فإن حصل النتف وقع في الإثم، وإن لم يحصل النتف وإنما حصل إزالة بغير النتف بالحلق أو بنحوه، أنه لا إثم في ذلك. ولكن لا تخفى الشبهة في ذلك، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فكما ذكرنا البعض على خلاف المتأخرين، بعض العلماء رأى أن النهي مخصوص بالنمص وهو النتف، والبعض لا، رأى أنهما أن الأمر المؤدى واحد وهو إزالة الشعر، سواء كان بالنتف أو بالحلق أو نحوه. فيرجع إلى قولين، إن المرأة إن احتاطت لدينها وهو الأولى فتترك ذلك، وإن أرادت أن تأخذ بمن يقول بالحلق أو بالتخفيف هذا، فالأمر يعني الأمر رجع إلى آية، استفت قلبك وإن أفتاك النفس وإن أفتوك، وفي ذلك شبهة كما ذكرنا، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. في السؤال الثاني يقول، هل هناك فرق بين الممنوعات عن المرأة في عدة وفاة وعدة الطلاق، أم أن كلاهما نفس؟ طبعا في عدة الوفاة واجب عليها الإحداد، عرفنا، واجب عليها الإحداد وترك الزينة، أي شيء تزين به من عطر أو دهن أو غير ذلك من الأمور التي تستعمل للزينة فهو ممنوع عليها، يمتنع عليها ذلك، بخلاف عدة عدة الطلاق واجب عليها فقط ملازمة السكن، وذات عدة تلازم السكن، فقط ملازمة السكن لا غير، تلازم السكن، ولا يجب عليها الإحداد وهو ترك الزين. لكن عدة الوفاة يجب عليها ملازمة السكن ويجب عليها الإحداد. جميل، إذن يتفقون في أنهم الزام لزوم السكن للكل. نعم. للكل، ولكن عدة الوفاة تزيد بالإحداد، تزيد بالإحداد. والمرأة خصوصا المطلقة الرجعية التي يعني يمكن أن ترجع إلى زوجها، يعني أيضا هل الشارع أتباح لها أن تتزين لكي رغبة أن يعود إليها الزوج؟ هذا طبعا فيه خلاف بين المذاهب، أرباب المذاهب في هذا. فعندنا عند الشرعية أنها تعتبر امرأة أجنبية، يعني له مدة الطلاق، يعني كأن النكاح معلق هي زوجة، نعم نكاحة وثم تبقى حكم الزوجية فيها، ولكن عند تلازم السكن، ولكن عند الشافعية أنه لا يراها. بعض المذاهب يرون أنها تتزين من أجل ربما تعود له ويراجعها، وعند الأحناف أنه حتى لو رجع إليها ولو بغير تلفظ بالفعل فإنه يعتبر رجعة، فيرجع الأمر إلى خلاف المذاهب ذلك، لكن ملازمة السكن على الكل. ملازمة السكن على الكل. نعم، جزاكم الله خير شيخ محمد على حضوركم معنا خلال هذا الأسبوع كاملا، وعلى ردكم على أسئلة السادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدكم من علمه وفضله، وأن يجعل ذلك إن شاء الله في ميزان حسناتكم. أعزائي المشاهدين، وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة المباشرة من برنامج زدني علما في نهايتها وفي ختامها، الشكر والتقدير لضيف الحلقة فضيلة الشيخ محمد بن أحمد مصميط على حضوره معنا في هذه الحلقات من هذا البرنامج، وكذلك الشكر لإخواني مرافقي من طاقم العمل الذين يرافقوني في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج، وكذلك الشكر لكم أنتم أعزائي المشاهدين على طيب وكرم وحسن المتابعة، وإلى الملتقى في حلقة يوم السبت من الأسبوع القادم. أسأل الله عز وجل أن يعمر أوقاتكم بكل خير وبركة، وأن يكتب لنا ولكم القبول في أيام هذا الشهر المبارك. إلى ذلك ملحين يوم السبت إن شاء الله، استودعكم الله وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.